الإمام الروماني مبني بمواد، يعني مواد جد حافظة للحرارة، للصوت، خفيفة الوزن، هي يعني حجارة على المنطقة، يعني مقتبسة منا من هنا، من هذا المكان بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. بادئ ببدء أعرف بنفسي: الإنسان المتواضع العمري ياجل، أمين عام جمعية أتصافى للسياحة حمام قرقور ولاية سطيف. إذن بدون إطالة، جمعية أتصافى مقتبسة من مدينة أتصافى مينيبيسيوم حمام قرقور. نقول المدينة التاريخية لأنها أقيمت ما بين القرنين الثاني والرابع ميلادي. احتوت هذه المنطقة على يعني ما زخرت به من عطايا إلهية تمثلت في المياه الحموية أو التضاريس التي تعرج لها كل من يهوى السياحة ويهوى يعني العلاج خاصة. إذن كما لا يخفى علينا وعليكم، هذا المعلم أو الحمام الروماني مبني بمواد، يعني مواد جد حافظة للحرارة، للصوت، خفيفة الوزن، هي يعني حجارة على المنطقة، يعني مقتبسة منا من هنا، من هذا المكان بالضبط. فيها حكمة إلهية، يعني زائد الشكل الهندسي تاعو، يعني شكل جد جد متطور آنذاك وحتى في هذا الحال، لأنه فيه 6 غرف مقسومة، غرفة رئيسية وغرف أخرى يعني متتالية لها، كل واحدة بدرجة الحرارة تاعها، كاين الساخنة وكاين المعتدلة ثم كاين الباردة، يعني الدخول اللي يدخل ما يمرضش وكي تخرج ما تمرضش، يعني نفس عندهم يعني طريقة مثلى ما شاء الله في هذا الحمام. الحمامات على المستوى العالمي، لكن يعني الميزة تاعو ميزة ما شاء الله، نتمنى يعني يكون عنده صدى، يكون عنده الآخر. الحمد لله الناس راهي واقفة يعني على قدم وساق، كل ابتداء من الجمعية، الإدارة المحلية.